نعم قصر لالا مريم، حنا نبيعوا القفاطن ونكريو كذلك، نجيبوهم من المروك نخيطوهم لتما، عندنا خياط سبيسيال، عندنا دي بخي ريزونابل. يعني جبنا واحد الالبسه من الخارج كما فستان سوري كما يعني القفطان المغربي، ولات عندنا واحد الكوكتيل كبير هنا في جنيق العريض. الفستان الجميل اللي انت لابساه النهارده ده انا شدد ولافت نظري جدا، ده ايه الاول؟ ده مغربي ولا؟ ده مغربي وهديه بصراحه، يعني مدام ليله الصراحه هديه من محمد السادس ملك المغرب. الله بعتي كتير. القفطان لباس تقليدي مغربي، وحنا في الجزائر تيحبوا يلبسوا بزاف في المناسبات والافراح. الكولور ان بارفان ماروكان طرز رباطي برومي شوا، حاجه شباب بزاف، سي مع اوت كوتور، يعني هادو قفاطين ماشي شوقيين. الجزائر يديروا نفس الخدمه؟ لا ما سهلاش، انا غنكون صريح معك، كاين شي ناس داوها الواشين
بس زعما يقلدوا هذاك الشيء كيما داروا في بحال في سيرفات بحال فهمتيني. داو تكشيطال انا نعرف انا الناس نعرفهم داو تكشيطال لاشين باش يخدموا منها كيلحقوا لاشين والله ما قدروا يا اخي زعما الشينوالي معروفين في العالم في التقليد والله ما قدروا لها. هذا البارتاج اهو اي نوضو 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 جم كناس جم الهوية.